استكمالا للسكين كانسر، هنتكلم بقى على النون ميلانوما. كنا اتفقنا قبل كده اللي احنا قلنا اللي فيه ابيديرمز وفي ديرمز، والابيديرمز دي اللي هو الابيثيليال لايننج، في بيزل لاير وفي سكويماس لاير. البيزل لاير هيطلع منها بيزل سيل كارسينوما، السكويماس لاير هيطلع منها سكويماس سيل كارسينوما، كان في ميركل سيل هيطلع منها ميركل سيل كارسينوما، والميلانوسايت هيطلع منها الميلانوما. واتفقنا ان احنا هنقسم الحالات لميلانوما ونون ميلانوما. النون ميلانوما هتشمل البيزل سيل كارسينوما والسكويماس سيل كارسينوما والميركل سيل ميركل سيل كارسينوما. بما ان الميركل سيل كارسينوما فيري فيري رير مش هنتكلم عنها، هنكتفي في الحديث في النون ميلانوما على البيزل سيل كارسينوما والسكويماس سيل كارسينوما. نيجي للمعدلات بتاعتنا. احنا كنا قلنا اللي الميلانوما تمثل من 1% ل 5% من كل السكين كانسر. المره دي بقى ال 95% اللي من السكين كانسر هتبقى هي البيزل سيل كارسينوما والسكويماس. طبعا البيزل سيل كارسينوما هي الاكتر، وهي الاكتر بكتير في معدل حدوث، تلات ارباع السكين كانسر از بيزل سيل كارسينوما، في حين اللي حوالي 20% الباقيين هيبقوا السكويماس سيل كارسينوما. ورغم كده هم بيمثلوا في معدلات الوفيات بتاعت الريت تو سكين كانسر 1 من 10%. نيجي بقى بعد كده للايتيولوجي والريسك فاكتور للاوكرنس اوف بيزل سيل كارسينوما اند سكويماس سيل كارسينوما. اول حاجه الاكسبوجر تو ايونايزنج راديشن هيزود الريسك الحقد لحدوث البيزل سيل كارسينوما والسكويماس سيل كارسينوما. الاكسبوجر تو سان اند الترا فايلوت راديشن، الالترا فايلوت راديشن زي ما كان بتؤدي الى ميلانوما هتؤدي برضو الى بيزل سيل كارسينوما وسكويماس سيل كارسينوما. لذلك معظم السرطانات دي بتحصل للاماكن اللي معرضه للشمس، مش الاماكن اللي بعيد عن الشمس. بعد كده الانفيرومنتال بالنسبه لي هيبقى السموكينج ليه دور، او الارسنيك كومباوند برضو بتؤدي الى حدوث سكويماس سيل كارسينوما وبيزل سيل كارسينوما، وبالاضافه الى الفوتو سيرابي مع استعمال ماده زي السيرولين، سيرولين مع معاها فوتو سيرابي. اما يبقى الاثنين كومبينيشن دول ممكن يؤدوا الى بيزل سيل كارسينوما او سكويماس سيل كارسينوما. بعد كده في الهيومن بابيلوما فيروس انفكشن هتبقى ريليتد لسكويماس سيل كارسينوما، منها الابيديرمو ديسبليزيا فيروكس فورم. فيروكس فورم هتحصل مع الهيومن بابيلوما فيروس 5 و8، 5 و8. السندروم ديت بيبقى فيه فيروكس فورم ليجن في السكن، ولدرجه ان احنا بنسميه تري مان، رجل الشجره، للتشابه ما بين جذوع الشجرة، شكل جذوع الشجرة وشكل الليجن اللي عند المصاب بالليجن ده. في تاني حاجة هيبقى حاجة اسمها بوشكاش لونشتاين تيومر، بيبقى معاها فيروكس كارسينوما واسوشيتد مع الهيومن بابيلوما فيروس 6 و11. واخر حاجه البريونجل اللي هو في الضوافر، يعني هيحصل سكويماس سيل كارسينوما في الضوافر، ودي ريليتد للهيومن بابيلوما فيروس رقم 16. الكرونيك انفلاميشن ممكن تؤدي الى سكويماس اند بيزل سيل كارسينوما، زي وجود كرونيك ألسر او مكان الحرق او مكان سكار برضو ممكن يؤدي الى سكويماس سيل كارسينوما. المكان اللي فيه كرونيك درينينج اوستومايلايتس، الساينس اللي بيدرين كرونيك اوستومايلايتس بيحصل فيه برضو، يحصل في المكان ده سكويماس سيل كارسينوما. او لو كان فيه كرونيك ساينس تراكت برضه ممكن يحصل فيه سكوما سيل كارسينوما. بالاضافه للاميونو سابريشن، لو واحد عمل رينال ترانسبلانتيشن وواخد بياخد اميونو سابريسيف وذا سيم مع الكرونيك يوز اوف جلوكوكورتيكويد، ممكن تؤدي الى استعمال مستمر ليها للديبريشن للاميونيتي، وده يؤدي الى سكوما سيل كارسينوما او بيزل سيل كارسينوما. اخر حاجه الهيريديتري هناخدها لوحدها بالتفصيل. هيبقى عندي 5 سندرومات او 5 جيرم لاين ميوتيشنز بيحصل معاهم سواء بيزل سيل كارسينوما او سكوما سيل كارسينوما. اول واحد جولين جولت سندروم، او للاختصار جولين سندروم، اللي هو الاسم الثاني بتاعه اللي بيدينا فكره عن المرض اكتر، اسمه نيفويد بيزل سيل سندروم، ال ان بي سي اس سندروم.
ده هيبقى اسوشيتد مع البيزل سيل كارسينوما بسبب ميوتيشن في البي تي سي اتش 1 جين اللي موجود على الكروموزوم 17، واحنا كنت شرحته بالتفصيل ان البي تي سي اتش ده جزء من السونيك هودج هوج باس واي. السونيك هودج هوج باس واي بيبقى فيه موليكيول اسمه بي تي سي اتش بيرتبط بيه لاجن اسمه اس اتش اتش، وده بيؤدي الى انهبيتور افكت على موليكيول اسمه سموسند اللي هو الاس ام او، وده السموسند لما بيبقى اكتف اساسا بيساعد السيل بروفريشن. فما انا بعمل انهبيشن للاس ام او بيحصل انهبيشن للسيل بروفريشن، واحنا قلنا ده الباس واي الوحيد اللي في الجسم اللي ليه خصوصيه مختلفه عن بقيه الباس واي، لان بقيه الباس واي لما تيجي اللايجند يرتبط ويعمل مع الريسبتور يحصل بروفريشن، هنا ارتباط اللايجند مع البروفريشن مع الريسبتور يوقف عمليه البروفريشن. اللي بعديها الزيروديرما بيجمنتوزا. الزيرمو بيجمنتوزا ممكن يحصل معاها بيزل سيل كارسينوما وسكوما سيل كارسينوما، وقبل كده قلنا ميلانوما. ده بيبقى ديفكت في حاجه اسمها نوكلوتايد اكسجين ريبير، واحد من الريبير باسويز اللي مختصه باصلاح العيوب والاخطاء اللي بتحصل في الدي ان ايه، زي البيز اكسجين ريبير باسوي والنيوكلوتايد اكسجين ريبير باسوي وحاجه اسمها ميس ماتش ريبير باسوي وسنجل ستراند بريك باسوي ودبل ستراند بريك باسوي. انك مش عايزين نخش في تفاصيل، هنتكلم على النيوكلوتيد اكسجين ريبير باسوي. ده هيبقى مسؤول عنه مجموعه من الجينات اسمها زيرو ديرما بيجمنتوزم جين من الاي اب تو جي اي بي سي دي اي اف جي، وفي فاريانت اللي هو مسؤول عنه اكس بي في، ودول موجودين على الكروموزومات 3 و6 و11 و13 و16 و21 و23. وزي ما احنا قلنا ان الميوتيشن ده هيتؤدي الى انكريس في الريسك في البيزل سيل كارسينوما والسكوما سيل كارسينوما والميلانوما. وطبعا من الحاجات المشهوره اللي احنا الطفل او المصاب بالمرض ده هيبقى لو تعرضه للشمس هيسبب له مشكله، لانه ما عندوش ريبير، فالالترا فايولت راي هتعمله دامج وهتبقى لها كارسينوجينيك افكت عليه. لذلك هذا الطفل بنقول عليه فامباير شايلد، يعني الطفل اللي ما بيحبش ضوء النهار، كاره لضوء النهار، ما بيعرفش يعيش الا في الضلمه وفي الاماكن المظلمه وبالليل بالذات. السندروم اللي بعد كده اسمها اوكليوكوتينيوس البنزم، اللي هو معناه ان كميه الميلانين الموجوده في الجسم قليله بسبب ديفكت في مجموعه من الجينات المسؤوله على عمليه تكوين الميلانين زي التي واي ار والاو سي اي والتي اي ار بي 1 والاس ال سي 45 اي 2 والاس ال سي 24 اي 5 والسي 10 او ار اف 11 جين، موجودين على الكروموزومات 11 و15 و9 و5 و15 و10، وبيبقى معاهم اسوشيتد ويز اوكرنس اوف سكويما سيل كارسينوما. السندروم الرابعه اسمها بازكس سندروم، او الاسم الصح فيه بازكس دوبري كريستول سندروم اللي هو البي دي سي اس. لحد دلوقتي مش قادرين نوصل للجين النون جين، وموجود على كروموزوم اكس، لذلك ده من الاكس لينكد انهيرتنس وبيبقى اسوشيتد مع البيزل سيل كارسينوما. اخر حاجه سندروم اسمها او ديزيز اسمه فريكسون سميث سندروم، ده اكتشفه واحد اسمه جيمس فريكسون سميث، وابنه ماكلوم هو اللي اكتشف الجين المسؤول، اكتشف الموضوع الديزيز ده انهيرت ديزيز، واكتشف الجين المسؤول عنه لانه كان عالم في الجينز. بالنسبه ليه الاسم الثاني بنقول عليه مالتيبل سيلف هيلينج سكويماس ابيثيليوما ام اس اس اي، ودي بيحصل معاه كراتو اكنسوما فاريانت معين من سكويماس سيل كارسينوما اسمه كراتو اكنسوما. الريسبونسبل جين او الميوتيشن بيحصل في جين، لقوا كذا نوع من ضمنهم جين اسمه تي جي اف بي ار 1 والام اس اس اي جين، وده موجود على كروموزوم رقم 9. نيجي بقى للباثولوجي بتاع البيزل سيل كارسينوما والسكوما سيل كارسينوما. اول حاجه نتكلم عليها السيل اوف اورجن. السيل اوف اورجن في البيزل سيل كارسينوما هي البيزل سيل لاير، بالنسبه للسكويماس هي السكويماس سيل لاير. وزي ما احنا عارفين في السكويماس بيبقى فيه كيراتين فورميشن. هنيجي نقول بقى ايه البري كانسرس ليجن.
البري كانسرس ليجن مش موجوده طبعا في البيزال سيل كارسينوما، موجوده في السكوما سيل كارسينوما زي الباونز ديزيز اللي هو عباره عن انسايتو سكوما سيل كارسينوما. في الاكتينيك سولار كيراتوزس بسبب تعرض للشمس بيحصل تغير في الجلد اسمه اكتينيك او سولار كيراتوزس، واليوكوبليكيا زي اليوكوبليكيا اوف ذا ليب. تمام. طب بالنسبه للمود اوف سبريد، المود اوف سبريد احنا عارفين السكوما سيل كارسينوما بتعمل لوكال سبريد وبتعمل لمفاتيك سبريد وبتعمل ديستنت سبريد، ايبل تعمل كل انواع السبريد. طبعا هيبقى المور كومن هو اللوكال، بعديه في الفريكونسي الليمفاتيك، واقل حاجه خالص تماما هي الديستنت. على العكس بقى البيزل سيل كارسينوما مين اللي بتبقى بنسبه 99.9% اذا لوكال ديزيز، ريلي جدا اللي يعمل انفيجن ويبقى فيه ليمفاتيك انفلتريشن او ايفن ديستنت ميتاسيس. هنيجي بقى للسب تايبز بتاع السكوما سيل كارسينوما. السكوما سيل كارسينوما منها انواع كتير، ولكن احنا اخترنا منهم نوعين، في الكراتو اكنسوما ديت فاريانت منها بيبقى فيه كراتين وبيبقى على شكل نديول، والنديول ديت فيها كراتين بلاج في سده من الكراتين في نص الليجن او وسط النديول. بالنسبه في نوع تاني اسمه بيزو سكويماس كارسينوما، يعني ميكس ما بين السكوما سيل كارسينوما بارت منه سكويماس سيل كارسينوما وبارت منه بيزل سيل كارسينوما. هنيجي بقى للسب تايبز اوف بيزل سيل كارسينوما، انواع متعدده كتيره على راسهم النودولار تايب، وده بيمثل 60% من الحالات، بعديه سوبرفيشال سبريدنج بيمثل 30% من الحالات، سكلوزنج مورفي فورم يعني معاه في بروزس، بعد كده في سيستك يعني في الوسط الليجن في سيست، لينير يعني شكل النمو الليجن بيبقى على شكل خطي، واخر حاجه المايكرو ماكرو نودولار بيزل سيل كارسينوما. في انواع تانيه لم انا ما فضلتش نذكرها زي البيجمنتد بيزل سيل كارسينوما، وفي انواع تانيه اكتر من كده، ولكن نكتفي بهذا القدر من انواع البيزل سيل كارسينوما. نيجي بقى للكلينيكال برزنتيشن. انا حاولت اعمل تناظر ما بين البيزل سيل كارسينوما والسكوما سيل كارسينوما. البيزل سيل كارسينوما ممكن تبقى سور، يعني معناها جاست اروجن في الابيديرمس بس، ده بنقول عليه اروجن او سور، وبيبقى بيتميز اللي هو بريزيستنت نون هيلينج. ممكن يبقى العمق بتاعه يزيد شويه وينزل لتحت يخش للدرمز فهيعمل ألسر، الألسر دي بنسميها رودنت ألسر يعني القارضة. بيبقى الليجن بتاعي عبارة عن بيرلي رولد ايدج سنترال ارتريشن وذ سراوندنج تلانجكتيزيا، يعني الليجن هنا بيبقى ليه حاجة اسمها رولد، يعني في حاجة اسمها انفيرتد ايدج. تمام. في من ضمن البيزل سيل كارسينوما برزنتيشن ممكن تبريزنت على شكل نوديولار ليجن اللي هو بيبقى بابيول الليفيتد فوق السكن، والاليفيشن بتاعه اللي بيتميز اللي هو واكسي اورسيميتاس، والديامتر بتاعه صغير، البليك بيبقى اكبر شويه وبيبقى الاليفيشن بتاعه مش عالي قوي، وبيبقى برده اورسيميتاس وسكيلي. تعال بقى نقول بالتناظر، السكوما سيل كارسينوما زي ما كان بيحصل رودنت السر بيحصل السر برده في السكوما سيل كارسينوما، بس الكاركتر بتاعتها مختلفه، لان احنا كنا بنقول ان الالسر بتاعت البيزل سيل كارسينوما بتبقى انفيرتد رولد ايدج، هنا بتبقى ايفيرتد ايدج خارجه لبره، وطبعا بيبقى فيها نيكروتيك بيز. الارثر دي لو حصل في كونديشن معينه زي اون توب اوف سايت اوف بيرن او كرونيك التريشن موجود مثلا في الليج، هيبقى اسمها لها اسم خاص اسمه مارجولين ألسر. يبقى عموما بيحصل التريشن مع السكوما سيل كارسينوما، المارجولين ألسر عباره عن سبيشال كونديشن اوف سكوما سيل كارسينوما ألسر. برضو زي ما كنا بنقول في نودولار ليجن اللي هي البابيول، في نودولار ليجن برضو بيحصل مع السكوما سيل كارسينوما، طبعا احنا من اشهرهم اللي هي الكريتو اكنسوما، او ممكن تكون نودولار ليجن بيحصل مع السكوما سيل كارسينوما بره الفاريانت ده وبيبقى التريتد اند ارسوميتس. زي ما احنا قلنا السكوما سيل كارسينوما الابيليتي بتاعتها الريجنال ليمف نود سبريد موجوده، فممكن تبقى البرزنتيشن بتاع البيشنت عباره عن ريجنال ليمف نود انلارجمنت. نيجي بقى للانفستيجيشن. اول حاجه الباثولوجيكال كونفورميشن عن طريق البايوبسي. البايوبسي منه انواع زي الشيفنج، جاست هشيل الليجن اللي مرفوع فوق الجلد مع شويه بساط جدا من الابيديرمز، مش هنزل للدرمز. ممكن اعمل بانش بايوبسي انزل لاخد الابيديرمز ومعاه الدرمز. اخر حاجه ممكن يبقى انسيجنال او اكسيجنال بايوبسي. السكوما سيل كارسينوما هحتاج فيها ميتاستاتيك ورك اب لانها ايبل تو تو سند ديستنت ميتاسيس، هعمل سي تي ايمجينج.
هاو تو تريت بيزل سيل كارسينوما اند سكويموس سيل كارسينوما. انا برضو عشان اسهل الموضوع عملت ايه، دمجت التريتمنت مع بعضه، وهي قلت في مشترك وفي حاجات بيختلفوا فيها. هما هيشتركوا في الجزء الاولاني اللي هو السيرجيكال تريتمنت، هيبقى عندي كذا نوع او كذا تشويس من السيرجري. اول حاجه هيبقى في حاجه اسمها كيوريتاج اند الكترو ديسيكيشن، يعني هكحت الليجن وبعد كده هستعمل طريقه معينه عن طريق كونتاكت ويز الكتريكال الكتريكال يعني صعقه كهربي او اشاره كهربائيه، هيعمل كونتاكت بحيث يعمل عمليه ديسيكيشنز، عمليه تسامي للليجن اللي هي البواقي اللي موجوده. الحاجه اللي بعديها حاجه اسمها ستاندرد اكسيجن ويز امارجن في البيزل سيل كارسينوما، بتبقى اباوت 4 مللي، في السكوما سيل كارسينوما بتبقى اكبر من كده، ديت هتبقى كلينيكال مارجن. وبعد كده هعمل بعد الجراحه هعمل حاجه اسمها بوست اوبراتيف مارجن اسيسمنت، او الحاجه الثانيه اللي هي اسمها ريسكشن ويز سيركم كومبليت سيركمفرنشال بريفرال اند ديب مارجن اسيسمنت اللي هي السي سي بي دي ام اي. معناها ايه؟ انا هاخد مارجن الاول ديت كلينيكالي، بعد كده في البوست اوبراتيف ام اي اي هعمل تقسيم للورق للليجن اللي طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي احنا هنقسمه الى سلايس، وهعمل اكزامينيشن. بالنسبه للكومبليت سيركمفرنشال بريفرال اند ديب مارجن اسيسمنت، لا انا مش هعمل كده، انا هاجي على المارجنز كلها، هفصل كل واحده منهم للسلايس وابدا اشوف انهي سلايس فيها انفولفد باي مالجنت سيلز. فاللي هتسلايس اللي حصل فيها انفولفمنت المالجنت سيلز هتحتاج ان انا ازود شويه المارجن في المكان ده. في جراحه ثانيه اسمها مويز ماكرو جرافيك سيرجري، دي معناها ايه؟ اللي هو بيشيل جزء بجزء، يعني يشيل جزء ويحلل ويرجع يشيل جزء، لقى في الحته في اتجاه معين لسه ستيل في مالجنت سيلز، يبدا يروح في الاتجاه الحته دي بس يشيل جزء تاني ويرجع يحل ويشيل جزء تالت ويحلل، يبقى بياخد الديزيز بيشيل لاير باي لاير لاير باي لاير لحد ما يخلص عليه تمام. ولذلك بلاقي دايما بيبقى على السطح بيبقى في الدايمتر بتاع السرج او الجزء اللي تم استئصاله كبير، وبيبدا يتناقص على حسب وجود الانفلتريشن، لان احنا عارفين ان التيومر بتنفلت على شكل فينجرز. هنخش بعد كده على بقيه التريتمنت اللوكال، هيبقى في ديفينيتيف لوكال ريديو ثيرابي، دي لو كان المريض نون سيرجيكال كانديديت، او ممكن المريض يكون عمل سيرجري بس كان في ريسك كاركتر محتاج ياخد ادجوفنت لوكال ريديو ثيرابي على البرايمري سايت اللي كان فيه ديزيز لو كان فيه هاي ريسك زي ما احنا قلنا. هنرجع بقى نفصلهم الى تو ديزيز، بيزل سيل كارسينوما هيبقى لها شويه حاجات خاصه بيها، والسكوما سيل كارسينوما لها حاجات خاصه بيها. البيزل سيل كارسينوما في اذر لوكال سيرابي زي استعمال الكرايو سيرابي يعني بالتجميد، يعني هاكو الليجن بس بالتجميد، او استعمال توبيكال ايموكويمود، او استعمال توبيكال فوراسيل يعني بيعمل عمليه تقشير للليجن، الحاجات دي بتخلي الليجن يحصل له عمليه تقشير. او الفوتو دايناميك سيرابي اللي انا هستعمل نوع من انواع الالترا فايلوت راي بحيث ان انا برضو نفس الحكايه هساعد عمليه التقشير. او بالنسبه للبيزل سيل كارسينوما زي ما احنا قلنا في باتش بي تي سي اتش 1 جين ممكن يحصل فيه ميوتيشن، لذلك انا من ضمن الحاجات ممكن استعملها استعمل حاجات تقفل الاس ام او، فما يتقفل الاس ام او يقل البروفريشن، زي حاجه اسمها فيزو مودوجيب اند سونو مودوجيب، دول انهبيتورز للاس ام او اللي هو بارت اوف سونيك هيدج هوك باسوي. هنيجي بقى للتريتمنت الخاص بالسكوما سيل كارسينوما، الجزء اللي خاص بيها احنا قلنا اللي هي ايبل تو سند ذس ليمف نود ميتاسيس، هيبقى في سيرجيكال تريتمنت اوف ريجونال ليمف نود. السيرجيكال تريتمنت هنا هيبقى اسمه كومبريهنسيف ليمف نود ديسكشن اللي هو السي ال ان دي. المريض اللي بياخد السكوما سيل كارسينوما بيختلف شويه، ممكن احتاج اديله ادجوفنت كيمو راديشن لو كان الديزيز بتاعه لوكال ادفانسد. طب لو المريض كان عنده ميتاستاتيك سكوما سيل كارسينوما هيحتاج كيمو ثيرابي فور ميتاستاتيك ديزيز في شكل بلاتينم بيزد كومباينيشن. وبكده يبقى انتهينا الموضوع بتاعنا اللي هو البيزل اند سكوما سيل كارسينوما اللي هو النون ميلانوما.